इस इश्क में मर जावा। يلا اركضي بسرعة، المحارب لازم يتحرك أسرع من الأسلحة اللي رح يواجهها، وتذكري نحن اللي بنتحكم بالأسلحة مو العكس. بانسي روح خدي هدول، عبيهم مي من النهر القريب وجيبيهم. يلا روحي هلا. بس هدول تقال كتير. معقول خفتي من حجمهم؟ لا تنسي ابدا انه الشخص اللي بدك تنتقمي منه اقوى منك عقليا وجسديا بكتير. اذا ما قويتي حالك كيف رح تنتقمي من عدوك؟ ما رح اقبل الخساره بهالسهوله هي ابدا. شو صار؟ انت تعبتي من التدريب؟ ما في راحة بهذا المكان ابدا، تعلم هذا الفن القتالي ماله اليك، روحي هلا على البيت وارتاحي، وتذكري شغلة كتير مهمة، انه المحارب ما ممكن يتعب ابدا طالما العدو تبعه لساته عايش. قلت لك غير وش هي البنت، وبعدين ابعتها لبرات البلد قبل ما ترجع لوعيها. اللي صار كان غلطة يا ترى، هذا الولد كان غلطي. هي المرة اللي كانت عايشة من خيرنا وبنص بيتنا، لك قالوا لي كيف تسترجي إنها تربطنا هيك. هديك المرة الغشاشة خانتنا كلنا وخططت لمؤامرة كبيرة، ما كنت متوقع هيك شيء أبدا. أول شيء لازم نعمله فك حالنا من هالحبال وبأي طريقة، وبس قدر أطلع من هذا المكان وقتها أنا بأكد لكم ما رح خلي حدا منهم عايش. كيف بتتجرأي تعملي هيك؟ انت هلأ خسرت ومع هيك شايف حالك، ايديكن هلأ مربطة وانتو على الأرض مثل الحشرات وبدون سلاح، بس لساتكن مفكرين حالكن انكن عن جد قوايا ورح تعملوا اللي بدكن اياه ببساطة. ايه لا تطلعي فيني بهي الطريقة يا تارا، أنا ما بقى بخاف من نظراتك هي أبداً. هلأ الأوضاع انقلبت بيننا وإنتوا الثلاثة صرتوا لعبة بإيدي. أنت شو مفكرة؟ إنك عن جد رح تضلي عايشة بعد ما عملتي كل هذا فينا؟ أنت لا تفكر بحياتي يا أستاذ ديب، الأفضل تفكر كيف رح تنقذ حياتك. لا أنت رح تضلوا تتنفسوا بهي الغرفة المسكرة، أنا كمان ما رح جيب لكم مي أبداً ولا حتى أكل. أساساً ما في حدا بيعرف أنتوا وينكم هلأ، بقى لإمتى رح تضلوا عايشين بهالظروف؟ في طريقة واحدة بس قدامكم، إذا سمعتوا كلامي وعملتوا مثل ما بدي رح تضلوا عايشين. ديب أنت هلأ رح تجي معي،
في عندي شغل إلك. لا تحاولي تخوفيني بكلامك هذا أبدا. الظاهر نسيت على الخالص إنه دريب ما بياخد أوامر من أي حدا مين ما كان يكون، وخصوصي من الناس اللي بتخدم عنده. ما بدك تروح؟ أخي فرات؟ هاي ما رح خليك عايشة بعد عملتك. فك الحبل عن إيدي فورا ويلا هلأ خلينا نتواجه أنا وأنت لحالنا. ديب إذا ما تسمع كلامي هلأ وبتنفذه رح خلي صراخهم لهدول اثنين يجبرك تسمعني وتعمل كل اللي بقلك عليه. ما رح أأذيك أبدا لأني بحاجتك ولازم تجي معي. أما بالنسبة لهالاثنين التافهين اللي هون فأنا رح حاسبهم على غلطهم وأقتلهم هون وبهاللحظة. واقف خلص لا تعملي لهم شي، أنا جاهز لحتى أروح معك لوين ما بدك. هالشي غريب كتير، أنا ما عم أفهم يلي صار. طالما ديبي بيعرف إنه نحن بحياتنا ما عملنا شي منيح بحقه وكنا دايما نأذي، فليش هو هلأ وافق على طلبها وما اعترض؟ هو عمل الشي اللي انطلب منه لأنه كان مفكر أروهي عن جد خانته وغدرت فيه، وإنه هي انتحرت لأنه عنيدة كتير وقتلت ابنه كمان وحرمته منه للأبد. مين ضل ديب غيرنا أنا وأنت بكل العالم؟ الشخص اللي بيضيع طريقه بيحاول يرجع على البيت بأي طريقة. ما فيني أعمل هالشي، انت عم تجبرني اعمل هذا الشيء من امبارح لليوم وفي ناس تانيين غيري عم يتدربوا على هاي المهارات. انت قلت لي بدك تعلمني وانا بدي اتعلم المهارات، ما بدي اعمل هالشغلات هاي. انت بتعرف انه ما عندي وقت كتير ابدا، انا بدي اتعلم كتير شغلات وبوقت كتير قصير. مستعجله كتير. مزبوط ماشي، لنشوف قديش رح تتعلمي بسرعه. تعالي معي. انت عندك من هدول الكفوف اللي بيلبسوهم بالملاكمة شي؟ بقدر اتدرب بسهولة اكتر اذا لبست منهم. يا ولد. ايه انا اجيت. تعال بدي منك تكسر هلأ هذا اللوح بالنص. برافو، روح. شفتي انه هذا الولد الصغير ما خلى لوح الخشب يهزمه ابدا. اللوح خسر قدام قوة الولد الداخلية. قلتلك هذا الشيء من قبل، مستحيل تتعلمي بسرعة. انت بس عم تضيعي وقتي ووقتك كمان، بتحكي عن الشغلات الكبيرة القوة والثقة بس ما عندك اياهم.
لا رح أعمل أي شيء بتقلي عليه، رح أعمل أي شيء بتطلبه مني. قلي شو لازم أعمل هلأ. روحي عبي مي وجيبيهم لهون، أنت مالك قدراني تعملي أي شيء تاني. يلا أبي مانيو. ابني هالبنت ضعيفة كتير من جوا، وانت عم تقسى عليها كتير كمان، وحتى عم تخليها تحمل هيك شغلات كتير تقيلة. هذا الشي كتير غلط ابني. بعرف هالشي، بس هي ما عندها وقت طويل أبدا. بابا ليش هيك دور جاما؟ هي حاملة معها أسلحة كتير تقيلة. يا حبيبتي ولا واحد من هالشغلات اللي حاملتهم سلاحها، وماتا دور جاما عندها صور كتير مثل ماتا برافاتي اللي ما معه ولا سلاح من هدول أبدا، وكمان مانا بورفا اللي هي بتهتم بأكلنا كتير وبكل الأوقات، وبتحب تعتني وبتهتم بولادها، ودائما بتقدم لهم كل شي بيحتاجوه. بس وقت اضطرت تقتل ميساسور وتخلص عليه، نادت لما دورجا لحتى تساعدها، وهيك بوقتها ماتا برافاتي منشان تقدر تقتل ميساسور وتخلص العالم من شره هي أخذت شكل ما دورجا، وبوقتها هي اضطرت إنها تحمل كل هدول الأسلحة لحتى تدافع عن نفسها. وكمان في شغلة، ما دورجا موجودة جوات كل مرة بكل زمان ومكان، بس هي لازم تعرف تفيقها بالوقت المناسب لما تحتاجها، ووقت بتقدري تعرفي حجم قوتك الداخلية فأنت بتصيري مثل ما دورجا تماما، وبوقتها كرمال توقفي هالوحوش الموجودة بالمجتمع بيصير لازم عليكي أنك تحملي أسلحة كمان لتحاربي فيهن تماما مثل ما عملت ما دورجا من قبل وقدرت أنها تنتصر. يا قدير أعطيني كل القوة لخلص التدريب هون وأحصل على كل المهارات اللي بتساعدني لحتى أقدر دمر وحش مثل ديب وخلص العالم كله من شره. يلا روحي واجهيهم كلهم. يلا لحظة. لا لحظة، بترجاكم أنا بدي سلاح كمان، بلكي هيك بقدر واجههم إذا ما يشي سلاح أستخدمه ضدهم. أكبر سلاح بيملكه الإنسان هو عقله. كملي. ابني أروهي إصابت هلأ بإيدها المجروحة والدم صار عم ينزل منها، هي لازم تتعالج فورا من هالإصابة. ما رح نعالجها أبدا، إذا انصابت هالإيد معناها كان لازم تحميها مو تستخدميها. ما في فايدة، انسي الانتقام تبعك. هالشي كله غلط، انت لازم تعطيني سلاح مثلهم كمان. كنت على القليلة حاولت انقذت حالي من دون ما انأذى، انا ماني محترفة مثلهم ولا بعرف اعمل الشي اللي بيعملوه، كيف رح دافع عن حالي بلا سلاح؟ السلاح اللي بتحتاجيه موجود جواتك، بس انت ما عم تعرفي كيف تخليه يطلع منك. انت ما عم تقدري تفهم كيف لازم تستخدمي هذا السلاح، لازم تتذكري كتير منيح. الشخص اللي خرب لك حياتك واللي جرحك ووجعك، تذكري الاعداء اللي خلوك تتعذبي وسببوا لك كل الاذى، فكري بكل هالشغلات ورح تطلعي السلاح اللي جواتك.
الخيشول هو رمز القوة، وهو كمان بيخفي كل أنواع الضعف مثل الضعف الجسدي والعقلي حتى الروحي. وهدول السيوف الهدف منها تقضي على كل التعب خلال أيام الأسبوع اللي مرت، وهيك نحن منقدر نجمع قوتنا. كمان لمعان السيوف بيكون هو دليل المعرفة يلي هي بتحررنا من كل أنواع الضياع يلي كنا عايشينه. والقوس والسهم هن الرمز للطاقة الموجودة جواتنا أو القوة الكبيرة، والطريقة المحمولين فيها بتدل على السيطرة والقوة وتوجيهها بطريقة نخدم فيها الخير. السلاح اللي بتحتاجيه موجود جواتك، بس انت ما عم تعرف تخليه يطلع منك. ما رح أقبل بالخسارة. بهذا الوقت ما في غير هدف واحد لحياتي، وهو أنه أقتل الوحش اللي اسمه ديب بإيدي وأخلص من أذاه ومن وجوده بحياتي كلها. الناس اللي حياتهم تشبه حياتي أكبر غلط بيعملوه بحق حالهم، واللي بيسبب لهم كل هالأذى إنهم بيتركوا مكان بقلبهم ليعيش فيه ناس مثل دي. أنا حبيتك بصدق وأكثر من أي حدا بهالدنيا. أنا غمضت عيوني ووثقت فيك وعملت كل شي لحتى نعيش حياة حلوة سوا. أنت كنت أهم شي بحياتي كلها، وبعد أخذت مني كل قوتي وخربت لي حياتي وأخذت كل شي. من هلأ ورايح رح أضل هدفي الأكبر بالحياة ديب، رح أعمل جهدي لأوصل لك. أنت رح تصير عدوي الأساسي والوحيد ديب. أنت الوحش اللي لازم أقتله بس شوفه وانتقم منه على كل شيء عمله وخلص العالم من شره. رح أعمل المستحيل هلأ لحتى أقوي حالي وأقدر واجهك. أنت هدفي الأول والأخير، رح أقتلك وانتقم منك. جيب لها خشب يا زعيم. هي ما قدرت تكسر ولا لوح لحد هلا. انا قلت لك جيب لها خشب كمان، وما بتعطيها اي مي او اكل ابدا لحتى تكسرهم كلهم، فهمت؟ حاضر يا زعيم. لا توقفي، هذا خشب وبس. انت لازم تنتقمي من اعدائك اللي لساتهم عايشين بافضل شكل. تذكري ما رح تقدري تكسري ضعفك لحتى تطلع القوه اللي موجوده جواتك. يلا ابدي. هالشي كتير منيح، لأني شفتك مركزة بتدريبك لدرجة ما حسيت إنه في نار وراكي. برافو. الناس اللي بيركزوا لقدام بينجحوا، أما الناس اللي بيتطلعوا لورا ما فيهم يتقدموا. خدي، أنت كسبت سلاحك الأول عن جدارة، رح أعلمك بكرة كيف تستخدمي. Thank you.
رح واجهك عن قريب كتير وانتقم منك على كل شيء يا ديب. أنا ما حكيت كتير صح؟ هدنك الرجال أول عيار أكتر من اللازم مو؟ كل شي كان عادي، بس ضربة السكين أبداً ما كانت عادية. للصراحة كان بدي تمثيلي يعطي إحساس كتير حقيقي، مشان هدنك الاثنين يصدقوا أنه أنا عدوتكم وأنك حاولت تحميهم، كان لازم أعمل هيك. ماشي، أنا برأيي خلي الأمور ماشية مثل ما هي لحتى أقدر أكتشف الحقيقة كلها. لازم يفهموا أنه ما حدا بيقدر يلعب على ديب. أنا حاسس أنه في شيء كبير مخبينه عني، وأنا لازم أكتشف هالشي بسرعة. اثنيناتهم لازم يحسوا أنه عم أشتغل تحت أوامرك لحتى أكتشف الحقيقة كاملة وأعرف مين ورا كل شيء عم يصير معي. ماشي، شو الشي الغلط اللي صار لحتى تغيرتي هيك؟ كنت من قبل قادر أعرف بشو عم تفكري حتى من دون ما تحكي شي؟ كنت حس كيف قلبك عم يدق بسرعة وقت شوفك وألمسك. بدي أعرف شو اللي صار. أنا متأكد بس اسمع دقات قلبك وشوفك مرة تانية بدي حس فيك يا أروهي. وينك أنتي؟ أستاذ ديب، منيح اللي شفتك هون، اللي شوي ناطرك لتجي. بدي أقولك إنه وضعك كان كتير سيء بعد الهجوم ومع كذا إصابة. منيح اللي جبت لهون بالوقت المناسب وقدرنا نلحقها، وإلا ما حدا بيعرف شو كان صار. دكتور قلي كيف هلأ؟ ما بقى في خطر أبدا، واليوم صحيت كمان. دكتور أنا ما بعرف كيف بدي أتشكرك على الشيء اللي عملته. صدقني أنا لو خسرت أمي مرة تانية كنت جنيت وما حدا بيعرف شو كنت عملت. طيب انت هلا فيك تفوت وتشوفها لأمك جوا، رح تنبسط كثير بشوفتك. شكرا لك دكتور. امي مبسوط كتير يا أمي. باليوم اللي دخلت فيه دورت عليك وما شفتك هنيك. ما بتتخيلي شو صار فيني، حسيت إني خسرتك للأبد. طار عقلي مني وجنيت. كنت بلحظة رح دمر كل شي بسبب جنوني لأني خسرتك. أنتي الشي اللي عايش من شانه يا أمي، وهلأ بعد ما صرتي معي ما بقى بدي أي شي تاني. حبيبي أنا كنت خايفة ومرعوبة كتير وقت هجموني هدوك العصابة بهديك الليلة. كنت لحالي بالبيت، حتى أنت ما كنت هنيك.
هاي نفس الليلة اللي تركتني فيها قاروهي وهربت مني. بس ليش جيت لحالك لعندي؟ وين مرتك؟ ليش ما جبتها لتزورني؟ مرتك هي اللي أنقذت حياتي. شو؟ أمي أنت شو عم تقولي؟ مرتي هي اللي أنقذت حياتي؟ طيب ايمت؟ نفس الليلة اللي هجموني فيها العصابة. يعني بهديك الليلة أروهي تركتني وراحت، بس بنفس الوقت أنقذت حياة أمي. هالشي بيعني أنه لساتها تهتم فيني ولو شي بسيط. وقال ليش عملت اللي عملته؟ بشو عم تفكر ابني؟ اللي وينها مرتك أو اتصل فيها؟ ما في داعي اتصل فيني أمي، أنا موجودة هون. مرحبا. تعي تعي، من شوي كنت عم خبر ديب عن بطولاتك، فوتي. طمنيني كيف صحتك هلأ؟ منيح. أنت يلي أنقذتي حياة أمي؟ أي ديب، أنا اللي أنقذت حياة أمي، لأنه بصراحة ما بتحمل شوفك زعلان. أنا ماني أروهي لحتى ساوي هيك. لا تذكري اسم هديك البنت، البنت اللي وثقت فيها عأساس تعتني فيني وتساعدني، هي نفسها اللي هاجمتني هديك الليلة. يا قدير، كانت مثل المجرمين، كانت لحقتني وحاملة سكينة بإيدها. منيح اللي كانت كنتي موجودة ووصلت لعندي بالوقت المناسب وأنقذتني. لا هالشي ما ممكن يصير. شو اللي عم تقوليه؟ أروهي ما بتعمل هيك شي، مستحيل صدق هالحكي. انتي كنتي بغيبوبة لوقت كتير طويل، أكيد انتي غلطانة وما قدرتي تعرفيها أو حتى تميزيها. يمكن تكوني غلطانة بالأشخاص، احتمال. يعني نحن لو شو ما حكينا رح تضل تصدق أروهي. تارا انتي بتعرفي كتير منيح انه أروهي مو ممكن تعمل هالشي أبدا، هي ما ممكن تأذي أي حدا وتتهجم عليه. يعني لو شو ما كان صاير معها ما ممكن تعمل هيك شيء ابدا. ديب انت رح تعرف كل شيء. ماما شوفي هاي الصوره وخبريني اذا هاي البنت اللي هاجمتك بهديك الليله ولا كانت بنت تانية. هاي هي البنت. أنا مستحيل أنسى وشها شو ما صار فيني وقت هاجمتني. كانت عم تقول إنها بدها تقتل وتعذب كل اللي بحبهم ديب. أنا مستحيل أنسى هالحكي. هاي هي أروهي. أروهي أنا ما رح خليك عايشة بعد هذا اليوم أبدا. رح دور عليك ولاقيك وقتلك بإيدي. هدول ما رح تضلي عايشة كتير يا أروهي. دورك هلا. يلا اضرب. حاول تصوبي جوا الدائرة. ما رح أقدر. لازم تقدري، لازم تخلي القوة اللي جواتك تطلع. ولهيك ركزي منيح. بالأول أنت لازم تفكري بتركيبة كل البشر. كل الناس عندها قوة داخلية، خلي هالقوة تطلع. الشيء الأهم من قتل العدو أنه نقدر نخليه يحس بضعفه. وتذكري ما تقتلي حدا إلا وقت تضطري. هذا هو الفرق الوحيد بين المحارب والمجرم. ضربي.
فيني. يلا صوبي على الدائرة. وقفي. الغضب والكره كتير مهمين. أهم خطوة إنك تقدري تستخدمي هالشغلتين لصالحك مشان تركزي وتطلعي القوة اللي جواتك. إذا ما عرفتي تستخدميهم ما بتستفادي. أنت هلأ استخدمتي كل قوتك على شيء بدون فائدة، وهذا الشيء ما له لصالحك. أنت لازم تتعلمي كتير شغلات، هاي البداية وطريقك لساته طويل. برأيك إذا برغبتي مشيت بالنار فلازم خاف إني أحترق؟ أنا لازم أوصل لهدفي بأي ثمن، وجاهزة أتعلم أي شيء لأوصل لهدفي. أنا جاهزة لكل شيء. مو شيء كتير غريب ديب إنه آروهي اللي أنت كنت مفكرها بريئة ومظلومة طلعت أكبر مجرمة وقاتلة. أكيد ثقتك العمياء بآروهي لازم تكون اختفت هلأ، ولازم يكون كل شيء تغير. برأيي لازم توثق فينا نحن. قولوا لي على شو عم تحكوا انتو، تعالوا خبروني. خلص انسي هلأ كل شيء. تعرفي اني اليوم رحت جبت لك اغراض من الدار، وانا دعيت للقدير مشان صحتك تتحسن وتشفي. عن جد انا حظي كتير منيح لانه عندي كني مثلي. ديب انت لازم تعتني فيها كتير منيح وتخليها مبسوطة دائما. غامرت بحياتها مشان تنقذ حياة أمك، لولاها ما شفتني. أمي لا تحكي هيك، صدقيني تمن حياتي مقابل حياتك رخيص كتير. أنا من واجبي ضحي بحياتي لأنقذ حياتك، وإنتي كمان بتعرفي أنه في أكثر من سبب بخليني أنقذ حياتك. إنتي أهم شي بالنسبة لديب، وهو كمان بحبك كتير أمي، وأنا بحب ديب وما بتحمل شوفه زعلان. العمر الطويل يا بنتي. أروهي أنت كيف ممكن تخونيني بهالطريقة؟ معقول تتهجمي على شخص بحياته ما أذاكي ولا أذى أي حدا، تهجمتي على أمي وحاولتي تقتليها، وهلأ بتشوفي شو رح أعمل لك بس لاقيكي وتصيري بين إيدي. رح تندمي على كل شي عملتيه فيها. طلعوا عليها، هي كتير مستعجلة لحتى تصير مقاتلة. هي بدها تتعلم خلال شهرين كل الشغلات اللي بضلوا الناس سنين لحتى يتعلموا. ايه هي كمان ما عم تنام ولا عم تاكل ولا عم تشرب مي حتى، بتضل عم تتعلم من الصبح للمساء بدون ما توقف، وبتضل عم تتدرب هيك دائما. حبيبتي فوتي لجوا وكل شيء، كتير مهم الناس اللي عم يتدرب يضلوا أقوياء جسدياً وعقلياً، لازم ترتاحي مشان تكملي التدريب. بنتي يلا امشي معي، قومي. حبيبتي خدي هالمشروب، أنا عملته خصيصاً إلك مشان تقوي. شربي. بابا؟
انت شو عم تعمل بهدول؟ بنتي هدول اعشاب برية، نحن منعمل منهم ادوية، نطبخ هدول الاعشاب ونخلطهم على الاكل وبنعطيهم للطلاب بعد التدريب لتضل صحتهم منيحة ويقدروا يكفوا تمارين، وبعمل خلطات بالاعشاب الباقية. تعرف انا ما سمعت عن الاعشاب والادوية من قبل، يعني ما بعرف انه في هيك شيء ابدا. فرصتك الثانية بالحياة كانت بسبب هالاعشاب يلي عملناها، هالاعشاب والخلطات يلي عملناها عم تفيد كثير بشغلات مهمة. ما بتقدر تعمل لك كل أدوية المدينة الغالية، نحن كمان غير الفن القتالي منعلم كل الطلاب هون عن هالخلطات وكيف بيعملوها وبيطبخوها ليقدروا يستخدموها بهالوقت المناسب بيستفادوا منها للخير، مهم هالشي. بابا ممكن تعلمني عن هالأعشاب ولا شو منستخدم كل واحدة منها؟ ليش لا؟ شوفي عندك هالعشبة مثلا بتفيد بأوجاع المعدة والأمعاء، وهاد دواء قوي كتير من أقوى الأدوية عنا هون، ولما تجربي ما يفيدوك الأدوية الثانية كلها، وقتها نقطة واحدة من هالدواء اللي شايفتيه بترجع الحياة للشخص بعد ما تفشل كل المحاولات، بس كترته بتقتل. انتبهي. لا انتبهي ما بصير تدوقي، رجعي مكانه على مهل. انت اذا دقتي قطعه صغيره منه ممكن تموتي وما عاد تنفع كل هالاعشاب. عم نقول لك هاد من اقوى السموم يلي ممكن تشوفيها بحياتك. هذا الدواء كتير فعال وخطير بنفس الوقت، نحن ما بنستخدمه الا للحالات المهمه والمصيريه كمان يا بنتي. مثل ما عم اقول لك رجعي على محله بهدوء. قديش غريب انه السم ممكن ينقذ حياه شخص. اساسا لولا سم الكره الموجود جوات جسمي وعم يقويني ما كنت عايشه لهلا. لازم تعرفوا انه امي رح تضل بهالبيت وهدول الحراس رح يبقوا طول الوقت معها، مشان اضمن انه ما رح يصير معها اي شيء خطير او سيء. معناها لهيك موسي اخذ الديب لبرا وحكيت معه على انفراد. ليش حاسس في شيء غريب انا ما عم بفهم؟ شو اللي عم يصير هون؟ بتمنى اني ما اضطر عيد كلامي هاد مره تانيه. انا بحذركم اذا بصير شيء بهالبيت مو حسب اوامري، وقتها رح تشوفوني بأسوأ حالاتي. تعرفوا أهم شغلة عندي هلأ؟ إنه أمي ما تتعرض أبداً لأي خطر أو مشاكل. يلا روحي ارتاحي بغرفتك. هالشي بيعني انه يلي صار باخر كم يوم كان تمثيل وكانوا عم يضحكوا علي. ماوسي كانت عم تمثل انه هي صاحبة القرار. هالشي بيعني انه كل شي صار كان خدعة وتمثيلية كبيرة، وانا ما بعرف شو عم بيصير، ما بعرف ليش هيك عم يصير دايما. كتير مهم انه نراقب هالمرة باستمرار. رح يكون في حارسين قدامها لغرفة امي وحارسين قدام بوابة البيت، وتذكروا منيح لازم تضلوا حذرين وصحيين طول الوقت. حاضر استاذ. يمكن يصير أي شيء هون بأي لحظة. مو مشكلة أبداً يا ديب، أنت هلأ فزت وكانت خطتك قوية. اليوم كان دورك بس بكرة رح يكون دوري. هاي بتكون مرتي وهي مفقودة، لازم تعرفوا وينها وترجعوها. أنا بعرف إنه الصياد لسه عم يدور على فريستو يا دي، بس اللعبة تغيرت هلأ وأنا رح أجي لعندك وشوفك. حشوفك وقت اللي بكون مستعدة مشان انتقم منك، كرمال كل نقطة دم نزلت مني ومن ابني رح خليك تندم على كل شي عملته فيني ورح انتصر عليك. وقت لقائنا مو مطول يا دي، رح نلتقي عن قريب كتير.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.